في يوم بالليل بعد الثورة البلشفية الروسية 1917، في يوكاترينا بيرغ سمعت عائلة رومانوف في أوضة علشان يتصوروا، وده كان بأمر من الجنود اللي كانوا موجودين في المنفى بتاعهم. وبدل ما يخش المصور عشان يصور إمبراطور روسيا السابق ومراته ألكساندريا وبناته وابنه، يخش الضباط بمسدسات ويبدأوا في إطلاق النار على كل اللي موجودين. وبعد كده يلاقوا البنات وأمهم ماسكين في بعض مع أبوهم ميتين، ياخدوهم بعد كده ويحطوا عليهم مواد مذيبة، وبعد كده يتحللوا ويدفنوهم في أي حتة. وهي دي القصة اللي كان خايف منها الملك فاروق لما حصلت ثورة 1952.